محطتنا الأولى سالي رح تكون مع اجتماع للعائلة السورية اللي اجتمعت طبعا بالدمسكينو مول مع برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمكتب الإقليمي أيضا للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية اللي كان فعلا عم يضم عدد من الأسر اللي عندها صناعات مهمة كتير، تقريبا أكثر من 73 أسرة منتجة. اليوم بدنا نحكي بشكل موسع نتعرف على تفاصيل هالمهرجان بأيدينا طبعا مع عمر المقداد مسؤول الإعلامي بالمكتب الإقليمي للأسر المنتجة والصناعات التقليدية والحرفية بسوريا، ودانا الرفاعي المسؤولة أيضا عن الأسر المنتجة بالمكتب الإقليمي للأسر المنتجة والصناعات التقليدية والحرفية بسوريا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. يعني من المقدمه عرفنا قديش شيء مميز وقديش شيء ايجابي ونحن باتجاه شيء اسمه انماء وتنميه. خلينا نحكي عن مهرجان، هيك بدايه عن مهرجان بايدينا، كيف بلشت الفكره؟ تفضل. تمام. هلا الفكره الاساسيه من المهرجان انه هو يكون بالدرجه الاساسيه نافذه بيع. نعم. الاسر المنتجه في سوريا هو قطاع كبير جدا وتنوع كبير جدا في الصناعات، وبالتالي هذه الأسر المنتجة هي عم تقوم بإنتاج الحرف لكن هي تفتقر إلى النافذة التسويقية. المهرجان كان بالدرجة الأساسية الأولى أن يكون نافذة بيع، أن نساعد هذه الأسر المنتجة على أن تعرض منتجاتها في هذا المكان وبالتالي تحقق الغاية الأساسية من عملها وبالتالي تبيع منتجاتها. نعم. يعني كمان خبرينا دانا عن الهدف من مهرجان بأيدينا، وخاصة مثل ما قال الأستاذ عمر أنه يمكن هو تأمين نوافذ لتصريف البضائع والبيع يعني للأسر المنتجة، فخبرينا كمان أنت عن الأهداف الأخرى الثانية، لأنه نحن عم نشوف أنه الصناعات اللي كانت معروضة بزيارتنا للمهرجان هي صناعات سورية 100% وأيضا حرفية، يعني في حرفية وإبداع بشكل متناهي. طبعا أول شيء هي الأسر هي تعتبر من العصب الرئيسي بأحد المشاريع الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر، لحتى تكون أسر عم تشتغل بأقصى الظروف لحتى تأمن حاجياتها. طبعا هي الأسر لما بتكون بهيك مكان احنا من واجب انه ندعمها، من واجب انه نعطيها فرصة لحتى تسوق لهي المنتجات، خاصة انه عم تكون دائما المشاريع الصغيرة هي بداء من اهم الشغلات اللي انتم عم تطلعوا اهم الشغلات عليها. تماما. صحيح صحيح. تماما، هي من اهم الامور اللي ممكن تنهض بالامم. اول تجربه كانت باليابان لهيك قصه. طبعا صحيح. الله يخليك. يمكن حكيتي نقطه كثير مهمه، هي انه الهدف الرئيسي منا انه هو نحن ايضا نشجع ونعطي طبعاً. فرص مثل ما قلتي اهم شيء اعطاء الفرص. سيد عمر تفضل. هلا بقول لك خلينا نقول انه هذا القطاع هو واسع جدا في سوريا وفي كل دول صحيح. العالم، وهو قطاع اقتصادي بالدرجة الأولى. يعني لا ننظر لهذا القطاع من باب العمل الخيري أو العمل أنه أخطاء يساعده، لا هو تجاري قطاع كمان. يعني أنا راح أضرب مثال، مثلا مهنة المربيات هي مهنة واسعة جدا في صح. سوريا ما بتتخيلي قديش في أسر منتجة عم تشتغل بالمربيات، المخللات، المكدوس، المنتجات الجافة. انا الان للان لا ازال في قطاع الصناعات الغذائيه، لو مثلا المجففات، تمام، قطاع واسع جدا. لو انتقلت شوي للصناعات النسيجيه، الصناعات المخلفات الطبيعه، عم نحكي على القش والى اخره، فعندنا تنوع هائل في الصناعات. لو انتقلنا ايضا للصناعات اللي لها نوع جمالي، عم نحكي على التطعيم بالصدف، النحاسيات، المباني، كذا. وزميلتنا متمكنه جدا بهالقصه هاي الصناعه. فبالتالي راح نلاقي هذا التنوع. دورنا نحن كمكتب اقليمي انه نساعد هذه الاسر، طبعا حسب ما نستطيع. بالنهايه المكتب يعني بيشتغل على الادوات او الامكانيات الموجوده بين ايديه من خلال التشبيك مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، هي شريكنا الرئيسي بهالموضوع. نعم. التشبيك مع الوزارات الاخرى، راح اقول مثلا وزاره السياحه هي بتهتم بالمهن التقليديه الحرفيه التراثيه لكن عندها قطاعات اخرى. راح اقول مثلا وزاره الصناعه عندها اهتمام بالمدن الصناعيه لكن ايضا تهتم بهالورش الصغيره اللي هي خلينا نقول تريكو واوا الى اخره، اللي هي ضمن قطاعنا. اذا شركائنا في الحكومه عده وزارات، شركائنا في المجتمع الاهلي، المنظمات والنقابات والاتحادات والاماني السوريه للتنميه، عم نتعاون مع كل هؤلاء في سبيل انه نحن ننهض بهذا القطاع من خلال مهام التدريب والتاهيل، من خلال التسويق، البيع، انه نساعدهم قد ما فينا. وبرجع بقول لك المهرجان كان بالدرجه الاولى، انت عم تفوتي على مكان
يعني نحن كان الفكره الاساسيه انه الزائر اللي عم يفوت جرب ان تشتري، ايه في جوا حاله جماليه حلوه، لكن الفكره الاساسيه انك تشتري. صحيح. نعم، يعني كمان سدانا يعني زرنا المكان وكانت كل المشاركين اجمعوا على انه الموقع كمان فادهم كأنه موجود بوسط العاصمة دمشق، يعني أنه كل كان في إقبال كتير كبير على هذا المهرجان. صحيح. هلأ أول شيء خلينا نذكر العالم من إمتى لإمتى مستمر، والأوقات اللي أيضا ممكن يكون متوفرين فيها الأسر المنتجة. المهرجان موجود بدمسكينو مول الطابق الأول مطعم، مكانه كان مطعم سابقا تمام، ونحن استغلينا هاي الفرصة وأسرعنا بهذا الموضوع لحتى نكون بهذا المكان. للصراحة التوقيت هو من 25/11 لـ 2/12، من الساعة 12 تقريبا للساعة 9. للساعة 9. حلو كتير، يعني يمكن هذا التوقيت كمان مناسب للكل اللي تمام. بيقدر حتى اللي عنده أولاد مثلا انه طبعا يقدر أكيد. يمكن اخترته التوقيت الصح. احكي لنا يعني كيف هيك لقيتي الإقبال الناس؟ هل هي كانت مبسوطة؟ أكيد في الأشغال دائما شغل البيت مثل ما بيقولوا، والمونة السيدات بحبوها. للصراحة هي مو بس مونة، نحن خلقنا نوع من التنوع بهذا غير بهذا المهرجان، حتى تماما بكل الأصناف اللي ممكن تتخيليها، وحتى التحف، حتى أي شيء، كل شيء شامل. أي شيء شامل، كان تنوع شامل، وكان اختيار المشاركين بطريقة معينة وبآلية معينة لحتى يكونوا كلياتهم مع بعض بجو حميمي. تمام. فحتى المشاركين عائلة تماما، خلق جو من العيلة فعلا. حتى أحدى المشاركات شاركتنا بعيد ميلادها. حلو. تمام. الإقبال كان حلو كتير من 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 قبل المشترين أو المتفرجين أو أي شيء. ناس أكيد يعجبوا بالتنوع، ناس يعجبوا بالأكل، أذواق. تمام. طبعا الناس أذواق مثل ما بتعرفي. نعم. سيد عمر، يعني أيضا خبرنا المهرجان له أهداف بعيدة أيضا. كمكتب إقليم اليوم عم تسعوا لدعم هي الصناعات التقليدية والحرفية، مو فقط محليا وداخليا بسوريا. نحن قلنا أنه هي التجربة رح تعمل المحافظات السورية قريبا كلياتها، لكن أيضا عم تسعوا لشيء معين وهو عربيا، خبرنا عن هذا الهدف أيضا. تمام، أنا رح جاوبك أول سريعا عن سوريا وبعدين مفكر بالجانب العربي. خليني لك، التجربة هي عم يتحمل المكتب الإقليمي للأسر المنتجة تكلفتها كاملة. العارضين عم يفوتوا يعرضوا منتجاتهم دون تحمل تكلفة مالية ولو ليرة واحدة. عم يفوتوا يعرضوا ويبيعوا. هذا الأمر كان الغاية منه، أنه إحنا نشيل جزء مليح من التكلفة عن الأسر المنتجة، بالتالي هي تبيع بسعر كمان قليل، بالتالي نحقق هاي المعادلة اللي هي أسر منتجة عم تبيع بسعر جيد بالنسبة إلها، ومستهلك عم يفوت يشتري بسعر أقل بكتير من سعر السوق. نعم. طيب الفكرة هاي عم نحاول الآن ضمن سوريا نعممها من خلال أنه نروح باتجاه مهرجان بيع شهري دوري متنقل في المحافظات. كمان في شغل مليح عم تشتغله دانا تحديدا وفريق العمل، أنه يختاروا يعني نوعية من الأسر. أولا الأسر اللي تحتاج أكثر من غيرها المساعدة، أنت بتعرفي هذا القطاع، رح تلاقي مثلا الأسرة اللي عندها محل ضخم عم تبيع، والأسرة اللي عم تشتغل ببيتها. صحيح. الأسرة اللي تشتغل بورشة، والأسرة اللي تشتغل يعني بطريقة لا تزال بحاجة لدعم. لذلك عم نروح بهالاتجاه، أنه الدرجة الأولى أنه نشتغل قد ما فينا على نافذة التسويق والبيع. اثنين، نروح كمان أيضا باتجاه انه هالمشاريع او هالافكار البسيطه ضمن البيوت كيف تتحول لمشاريع انتاج صغيره ومتوسطه. عم نحاول نشبك مع هيئه دعم الانتاج المحلي وتنميه الصادرات، ومع هيئه تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه. عم نحاول نطلع ببرنامج الى حد ما، الغايه منه انه هالاسر المنتجه يكونوا يفوتوا على البرنامج، وبالتالي يصيروا هن مشاريع واعده لحالها ويتحولوا لانتاجات. بتعرفي كل الشركات الضخمه في العالم كانت هي عباره عن اسر منتجه وتحولت مع الوقت. اذا نحن بحاجه للاطار القانوني او التشريعي، وهذا امر يعني انا الان زدته بملعب الوزارات الاخرى، انه تعالوا حتى نتفق. مكتب الاقليمي لا يستطيع لحاله انه ينهض بهي القصه، وبحاجه الى دعمكم وبحاجه لمساندتكم، بحاجه نروح باتجاه نوفر او نجهز البيئه التشريعيه القانونيه، بحاجه انه نحن نتوافق
على صيغة برامج بحاجة نفكر أكثر كيف ندعم هذا القطاع حتى يوقف على رجليه أكثر وبالتالي يكون منتج. عربيا كمان رح لك أنه نحن عم نحاول أنه بعض المنتجين أو بعض الأسر المنتجة تكون معنا ببعض خليني أقول لك إذا حبينا نقول معارض بعض المعارض اللي رح تكون بالدول العربية الأخرى. عم نفكر أيضا بآلية الآن مثلا الآن صار في حكي بين رئيس المكتب الأستاذ حسن بادنشكي ورئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعة على أساس أنه نكون احنا مشاركين في معرض صنع في سوريا اللي راح يقام في بغداد أنه من خلال جناح للأسر المنتجة. عم نفكر بآلية أنه من جانب نستطيع أنه ندعم هالأسر من جانب آخر أنه نقدم منتج سوري هاند ميد. وانت تعرف الهاند ميد بدول العالم هو أغلى منتج بدول العالم لكن هون هو منتج رخيص بحاجة يعني رخيص بالمعنى التكلفة المالية بحاجة احنا ندعمه. لذلك عم نفكر ضمن الحدود اللي بتعرفي انت اي خطوه بدها هي تمويل مالي. عم يجتهد المكتب ضمن الحدود اللي عم يستطيع يتحرك فيها بالتدريب والتمويل والتأهيل باقامه المهرجانات او المعارض، لكن هو بحاجه لدعم كل هالجهات هي حتى نحن نحط ايدينا بايدين بعض وننهض بهذا القطاع. نعم يعني يمكن كنا عم نحكي بشكل عام حتى فتنا بالتفاصيل. خلينا نحكي عن الأسعار، يعني الأسعار اللي كانت هي أسعار عندنا دانا بدك تحكي لنا عن الأسعار كيف كانت. بتعرفي هلأ الوضع الاقتصادي طبعا. لكل العالم يمكن ما كل العالم فيها تشتري أحيانا، يعني اللي دخله متوسط أو محدود بدور على الشيء الأوفر له. هل أتاح يعني أتاحت هذه الفعالية أنه يقدروا العالم يشتروا؟ للصراحة إيه، كان في إقبال وكان في نسبة شراء يعني متناسبة يعني جدا. هلا فينا نقول متفاوتة، يعني في قصص هي الكواليتي تبعها المادة الأولية تبعها غالية وصنع اليد كمان بهي الظروف غالي تمام. فالأسعار كانت متفاوتة للصراحة، يعني مشان ما أكون نقول لا الأسعار كتير رخيصة وأسعار كذا، لا أسعار رخيصة، أسعار وسط، أسعار عالية. لكن هي حسب أقل المادة من سعر السوق. لكن بس أقل دائما من سعر السوق طبعا. هي كدعم كمكتب إقليمي عم يدعم أسر منتجة، فالمفروض أنه تكون هي الأسر عم تعطينا يعني مثل مني شو بدي أشرح لك إياها، يعني هي عم تعطي بطريقة أنه يناسبها إلها ويناسب المشتري تمام. طيب دانا، يعني نحن كمان زرنا الأجنحة، يعني لاحظنا شيء أنه الأسر المنتجة كمان تعلمت كيفية التعامل مع المستهلك بشكل مباشر من خلال هي التجربة. يعني أستاذ عمر كان مرافقنا، يعني في صار تجربة كان في منهم عم يتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، هي تجربته بالتسويق. اليوم صار عنده هيك تماس مباشر مع المستهلك، صار يعرف كيف يسوق منتجاته أكثر بمساعدة المكتب الإقليمي. خبرنا كمان عن هي النقطة، في ملاحظات معينة لاحظنا طرق تسويق مثل كأنه كل جناح أو سكشن هو مثل مول صغير، مثل ما زرنا أجنحة الطعام ولقينا أنه في شيء ضيع بريف دمشق، سالي عاملة شغلات كتير جديدة، بكرة بنشوف كمان التفاصيل. لازم نروح وندور. هلا هاي هلا خلينا نستغل الفرصة أنه إيه تعالوا أهلا وسهلا. أنا بقول لك كتير رح تنسوا، أنا زرته بس لحقوا سالي. والمشاهدين عم يتفرجونا تعالوا لحقوا حالكم قبل ما نخلص الخميس، ويمكن نمد للجمعة ما بعرف، هو يفضل تمدوا للجمعة بس تعالوا وأنا واثق رح تلاقوا هو في طلب. تفضلي تفضلي. لا إليك هو في طلب من المشاركين وحتى من المشترين أنه يتمدد ليوم الجمعة. تمام، كله حابب وكله متمني أنه حتى ينبقى بنفس المكان، بس طبعا ما نحن متمنين يتمدد، ونتمنى من أيضا زينب الكل اللي عم يشاهد هالفقرة ليقدر يدعم هالمشاريع الصغيرة، ليقدر يشوف هدول السيدات خلينا نقول والشباب اللي عم يشتغلوا اكيد قديش بدهم ايضا كمان. يعني انتم فتحتوا الباب. انا رح اضرب حالات، مثلا في عندنا طالب ادب انجليزي عم يشارك عنده هوس بالشوكولا. امبارحه لقطنا مجرد ما فتحنا كان عم يقرا كتاب عنده ماده، فاخذناه بوست ودغري حطينا انه هو عم يستغل هالدقائق بس تبلش زحمه البيع رح يرجع. اذا هو طالب جامعي عم يامن حاله ونحن هاي الفكره الاساسيه. في طالب ثاني بماء الورد اللي مشارك معنا كمان، في واحد ثالث ضرير متخصص بالعطور. حلو. انا اعمل لك عن حالات، في انا حالات داون كمان. إيه؟
في حالات داون، حالات داون بتشتغل بإيدها، إيه؟ بتشتغل بالنول، حالات داون بتشتغل بالعسل ضمن منحلة، بتشتغل حتى ببيع العسل، هدول بيبدعوا. إيه؟ لكن انت لا تفكري بالإعاقة، هن أسرة منتجة بامتياز. انت يعني اذا بتوقفي قدام منتجاتهم بتقولي هاي منتجات يعني مواصفات عالية. طيب خلينا نروح على التسويق. التسويق عم نساعدهم يعني، عم تقرب دانا لعندهم، احكوا هيك قولوا هيك، بتحركشوا، خليه يمسك القطعة، والله حلوة عليك، هالكلمات كمان عم نساعدهم انه ترغيب الاشخاص. طيب طيب انه صفحة الفيس تبع المنتج تبعك خليها للمنتج، لا تحط فيها صور قصص واخرى، خليها للمنتج لحاله. اثنين، وزع كرتك مثلا، اهلا وسهلا هاي تليفوني نحن، يعني استخدم هالقصص. قلت لك هن شاطرين في الانتاج، لكن قصة اسلوب التسويق، تمام، اسلوب التسويق، اسلوب ترتيب الستاند، اسلوب ترتيب المنتجات تبعهم، ساعدتهم، اسلوب الحديث مع الاخرين، حتى شكل مثلا هيدا الأترميز لازم يكون له ستايل معين، له شيء يعطي هوية بصرية للمنتج تبعك. حتى لقينا دانا في علامة تجارية أيضا موجودة كانت على بعض المنتجات يعني. ايه، فالشيء اللي انت شفتيه بصراحة قبل، ونحن عم نحضر المهرجان، دخلنا عملنا قعدة هيك نحن ورئيس المكتب، فرئيس المكتب كان له فكرة انه نروح باتجاه الرف المفتوح. بصراحة انا سنين طويلة بالمعارض انا استهجنت الفكرة، قلت له رف مفتوح، قال لي انت روق ورح تلاقي هي فكرة بياعة وشاطرة. بالفعل انا يعني فتنا لقينا انه هذا هو المطلوب، انك انت تعملي رف مفتوح، فات خلينا نقول الزائر او الزبون او المشتري، فات دغري شاف رف مفتوح، دغري انخلق بذهنه فكره انه هذا مكان بيع، فيه منتجات الى قيمه جماليه حلوه، لكن هو مكان بيع. نعم. فبرمج حالك، فنحن برمجنا الزائر بطريقه الرف المفتوح. نعم. من مجرد ما دخل انه انت فايت تشتري، واستطعنا بالفعل كانت نتيجه كثير جيده، فكل الاسر تقريبا الموجودين حققوا نسبة مبيعات مليحة. إن شاء الله من هلا لآخر يوم إن شاء الله يا رب، وإذا رحنا باتجاه الجمعة بيعملوا مبيعات مليحة إن شاء أكثر. نعم، يعني كمان كنا عم نحكي عن العلامة التجارية اللي كتير مهمة أيضا، أنه موجودة عند أسر منتجة، وخاصة صح. مشاريع لسه ببداية، خلينا نقولها مشاريع صغيرة، هي مشاريع يعني صغيرة أو كأنه مشاريع تنموية صغيرة لتساعد ب تحريك عجلة الاقتصاد بسوريا. خلينا حتى مو بس عجلة الاقتصاد، حتى هن حاجياتهم، هي بتخلق فرص عمل، بتخلق من نفسهم، هن بيحاولوا يطوروا من حالهم دائما. نعم. في أشخاص بيضلوا عم يعملوا كورسات إلهم، وحتى للأيدي الماهرة اللي أو فينا نقول نصف ماهرة عم تشتغل معهم، عم يساعدوا الجميع، عم يساعدوا حالهم، وحتى عم يساعدونا كلياتنا، ونحن واجبنا دائما إنه ندعمهم، واجبنا نوقف معهم، واجبنا نخلق لهم أي فرصة ولو كانت صغيرة لحتى يعبروا عن أناملهم الذهبية بهيك ظرف وبهيك وضع نحن عم نعيشه تماما، وسوريا عم تعيشه. هنن عم يحاربوا معنا من 10 سنين، يعني هنن من ضمن الحاجة. نعم. تبعهم خلقت هي الفرصة، وخلقوا لحالهم هيدا الموضوع تماما. احنا ايضا واجبنا نتشكر طبعا. أنا بضيف بس بكلمة السجل التجاري إذا سمحتوا، السجل تفضل. ضروري الجهات الأخرى، الجهات الحكومية، الوزارات اللي أو خلينا المؤسسات المعنية بموضوع السجل، إنه تتعاون مع المكتب الإقليمي. نعم. بموضوع السجل التجاري أو الصناعي أو الزراعي. أكيد. أو السياحي، حتى نحن نستطيع إنه ننهض إن شاء الله يا رب. أكيد أستاذ عمر، يعني إحنا أيضا من شاشتنا إن شاء الله يكون صوتك وصل لكل يلي هلأ عم بيتابعنا، واكيد نحن بدورنا واجبنا ندعمكم طبعا، لانه نحن جنبكم يعني بالنهايه. تسليط الضوء على شيء معين هو ضروري كثير، وخاصه طبعاً بهذا الوقت. شكرا لوجودكم معنا، نورتوا صباحنا، واهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودكم معنا، وبالتوفيق يعني باقي الى 2 الشهر ان شاء الله هيك كمان ينمد، حتى كل الاسر اللي صارت عائله وحده وتعرفوا على بعضهم، يعني صرنا لقينا حاله كثير حلوه يا سالي، عائلة السوريون هيك دائما، حتى مع دائما متأقلمين مع اللي عم يجوا يقبلوا على المهرجان، حاسين بهذا الجو الحميد اجباري بيعكس. اكيد يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم. ان شاء الله هيك الاخباريه ما قصرت، كانت معنا بالافتتاح وعملوا عده تقارير وعملوا عده برامج، يعني هي معروف عنها الاخبار انه دائما هي مع الحداث. اكيد موفقين يا رب، وان شاء الله بنشوفه بالمحافظات الثانيه قريبا. شكرا لكم. شكرا كثير لكم.